من ابن اليهودية ابن إسرائيل الأبدية إلى شعب وطن الأرض. أحدثكم كوني أنتمي إلى شعب حر يتخذ من قيم الديمقراطية والحرية أساساً لكيانه، جاعلاً من التحضر وتقادم منارة لوجوده، متوجهاً إليكم كونكم الشعب الذي يعتبر أكثر المناضلين لهذه القيم، ولأن التحضر والتقدم من شيامكم وصفاتكم، وأقول حان الوقت تستعيدوا مجدكم وتتحكموا بزمام الأمور في وطنكم. كفوا عن بيعه وعن التنازل عنه، كفوا عن التخاذل باسم الخوف، ولا تهابوا من يهددكم بالسلاح لأنه أضعف منكم. تمتلكون من العلم والمعرفة والثقافة ما يبني أوطان. لقد ساهمتم في رفع مجالات كثيرة في دول العالم، وساهمتم في تقدمها وتطورها، فلماذا تتركون وطنكم يرزخ تحت وطأة الإرهاب الإيراني؟ حان الوقت لتقودوا لا لتكونوا تابعين، حان الوقت لتعيشوا في أرضكم لا لأن تكونوا مهاجرين. عودوا وابنوا وطن سلام، وكونوا أسوة بنا، منارة تعود على الإنسان بالنفع والإنجازات لا بالقتل والعنف والإرهاب.